خلينا بقى كمان دلوقتي نطمن حضراتكم اكتر على اسعار العملات والذهب. بالتاكيد بتكون مهتمين جدا ان احنا نقول لحضراتكم الاسعار المتغيره. وخلينا نبدا اولا باسعار العملات. هنبدا اولا معانا بالدولار الامريكي. الدولار للشراء 15 جنيه و63 قرش، اما للبيع 15 جنيه و73 قرش. بالنسبه لليورو 18 جنيه و50 قرش، اما بالنسبه للبيع 18 جنيه و69 قرش. الجنيه الاسترليني 21 جنيه و72 قرش، اما للبيع 21 جنيه و97 قرش. ريال السعودي 4 جنيهات و16 قرش، اما للبيع 4 جنيه و19 قرش. الدينار الكويتي 49 جنيه و34 قرش، وللبيع 52 جنيه و34 قرش. اما عن اسعار الذهب فخلينا نبدا اولا بعيار 18. عيار 18 عندنا عامل 682 جنيه، وبالنسبه لعيار 21 796 جنيه، وعيار 24 910 جنيه، والجنيه الذهب 6368 جنيه.